أيها الأهل العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأنها منحة من السماء، كأنها نجدة ملهوف أو إغاثة حائر، بأكثر من كده استقبلت شاشات السيسي والمواقع والجرائد السيسوية منحة السيسي. أيوة أنت سمعتها صح، منحة السيسي. اللي هي بقى إيه؟ منحة السيسي دي هي منحة ولي النعم، وولي النعم كان لقب يطلق على محمد علي وعلى الخديويات اللي جم بعد كده وعلى اللي حكموا مصر. الخبر اهو عن منحة عبد الفتاح السيسي، بيقول لك بتكلفة 1 مليار جنيه شهريا السيسي يكلف بصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور. بتكلفة 1 مليار جنيه شهريا السيسي يكلف بصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر. اليوم السابع الحقيقة لخص القصة كلها في الجراف ده، عمل قرارات السيسي: مساعدات استثنائية ولحوم وسلع غذائية وحل حوش. السيسي يوجه بحزمة إجراءات شاملة للحماية الاجتماعية، ضم 1 مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، صرف مساعدات استثنائية ل9 مليون أسرة 6 شهور. تكلفة المساعدات الاستثنائية 1 مليار جنيه. المستفيدون بقى الأسر الأكثر احتياجا، أصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه، العاملون بالدولة برواتب أقل من 2700 جنيه، 20 مليون مواطن إجمالي مستفيدي تكافل وكرامة، طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية مدعمة بنصف التكلفة شهريا، توزيع كراتين السلع الغذائية عبر منافذ القوات المسلحة يا جبنة بس، توجيه الأوقاف والتضامن لتوزيع لحوم الأضاحي على مدار السنة، البسوا يا إما بقى. تتولى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة بإجمالي 11 مليار جنيه. بصراحة حاجة كويسة جدا. طبعا سيبك من البند ده، توجيه الأوقاف والتضامن توزع لحوم الأضاحي طول السنة، معنى كده إن الأئمة بتوع وزارة الأوقاف هيدفعوا شهريا. انتوا عارفين القصة، الأئمة عندهم دفتر لازم يبيعوا كل اللي في الدفتر الموصولات عشان يلموا فلوس الأضاحي دي. سحت، حاجة كويسة جدا. الأرقام ما شاء الله وتستحق إن أحمد موسى يقوم ويتحزم ويورينا ميمون ويقول شعر. وأنا سبق وقلت لك أحمد موسى هو الدليل الوحيد على كذب المثل المصري اللي بيقول لبس البوسة وتبقى عروس. نشوف أحمد موسى قال إيه بقى. والدنيا غلا والأسعار بتزيد وحال. وقف وقف، لا وقف، مش كده، ما اتفقناش. البداية جامدة، انت شفت الرياكشن، شفت تعبيراته. تاني كده، الله يخليك يا صالح، تاني كده. الدنيا شفت الأداء، شوف الأداء، شوف النظرة، ركز في الأداء أرجوك. العب تاني كده بقى. والدنيا غلا والأسعار بتزيد وحال الغلابة والبسطاء أخبارهم إيه؟ ويأتي لحضرتك الخبر اليقين من ساعة، خبر مش خبر، لا ده مفاجأة، ومش مفاجأة كمان، لا هو الانحياز الكامل للفقراء والبسطاء والمحتاجين. مين عمل كده؟ فيش غيره، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي الفرج من المولى سبحانه وتعالى ممثلا في شخص هذا الرجل. النهاردة بيفرج على الناس ويساعد الناس ويدعم الناس، الغلابة والفقراء والكل واحد بيرفع ايده يا رب. تراني اتأثرت؟ تراني اتبهدلت مشاعر؟ أداء أوفر جدا، لكن وسط الأداء الأوفر ده من أحمد موسى، الأهم إنك تفهم ليه السيسي خد القرارات الحنينة دي بتاعت امبارح بالليل. بس عشان لازم تفهم بقى، احنا وفريق برنامج مصر النهارده جاب لك القصه من اولها. الحنيه دي مش جديده،
والله الحنيه اللي انت شفتها امبارح دي، دي حنيه قديمه قوي، دي من الستينات. الجماعه بتوع الاعداد فتحوا الكتالوج بتاع العسكر 52، طلع ان الكتالوج هو هو، ما اتغيرش في حاجه. الشباب بتوع الاعداد طلع لقوا الكتالوج هو بمفرداته بحججه باداء الاوفر بتاع احمد موسى تحت شعار عريض وقصه مكرره عن القائد الاب الحنين الغوث اللي بيلجأ إليه اليتامى والمساكين والحطابين في جبال شرم الشيخ. يبين قد ايه بقى القائد الغلبان ده، الطيب ده، ابو قلب، قلب خصايا، قلب الام، حاسس بالمواطن الغلبان رغم انه بيطلع عينيه يوميا بالقرارات اللي بياخدها هو نفس القائد. هو مضطر لكن الظروف اقوى منه. نبدأ نفتح الكتالوج من اوله. افتح يا ابني من عند عبد الناصر، افتح كده شوف عبد الناصر بيقول لك كنت اتمنى الا تزيد الاسعار لكن مش بايدي والله. العب. كنت اتمنى الا تزيد الاسعار مليم واحد، واذا كنا مشينا بدون الاجراءات اللي حصلنا فيها دي كنا دخلنا في خلل اقتصادي وعدم توازن اقتصادي واتلخبطت كل الامور والمصانع وقفت اللي مفروض نستورد لها خامات وسلع وسيطه من الشركه. ومع ذلك بقول لكم ان زياده الاسعار عالميه ونترك العالم كله ونبص حوالينا وحوالينا محدش بيتحمل اعباء التنميه وما عندهمش زياده السكان عندنا وبنقارن الاسعار بيننا وبينهم بنجد ان احنا برضه لازلنا بلد رخيصه. هنا في الفيديو ده، استنى عبد الناصر شويه، هنا في الفيديو ده عبد الناصر بيقول بالنص كنت اتمنى ما تزيدش الاسعار، وبيقول بالنص زياده الاسعار عالميه، زياده السكان، الغلا في كل حته، احنا ارخص من العالم. معلش سوري، انت سمعت الاسطوانه دي فين قبل كده؟ عشان تفتكر لو ذاكرتك ذاكره دبانه فانا هفكرك باللي قال الاسطوانه دي بالظبط. اتفضل. كنت اتمنى الا تزيد الاسعار مليم واحد، ولكن كنت اتمنى زي ما قلت لرئيس الوزراء ان نرجع لاسعار سنه 61، ده اللي انا كنت عايزه وبتمناه، ولكن ده مستحيل لن يمكن. في الاخر انت عايز تعيش، تعيش برضا، انت مش عايش برضا، الحاجه غاليه عليك، الحاجه غاليه عليك وبتغلى، ما احنا مش منعزلين عن الواقع. ومع ذلك بقول لكم ان زياده الاسعار عالميه ونترك العالم كله ونبص حوالينا وحوالينا ما حدش بيتحمل اعباء التنميه. ما احنا مش عايشين جوه بلدنا بس، احنا جوه بلدنا وبنتاثر بال باللي حوالين مننا والدنيا اللي انتوا شايفينها، ان حصل غلا احنا كمان بيغلى علينا. وما عندهمش زياده السكان عندنا وبنقارن الاسعار بيننا وبينهم بنجد ان احنا برضه لازلنا بلد رخيص وبالنسبه ايضا لبلاد العالم نعتبر من ارخص البلاد. ان الغلا غلايين، غلا معدلات نمونا مش مكافاه لمعدلات نمونا اللي هو السكاني. الحل اذا كنت ما عملت زياده اسعار قدامي حاجتين، يعني ما اعملش مشاكل. وارفض الزيادة عن العمل. أدي واحد. اتنين، احنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنة. على فكرة مش بس ناصر، السادات برضو وبيغلي الأسعار كان بيحاول بينه وبين نفسه برضو كان حنين وقال كلام شبه ده، قال اللي هقوله يعني. نشوف السادات قال ايه عن الأسعار الجديدة وقتها والزيادة، اسمع كده. إذا ارتفعت الأسعار الزيادات اللي حاول عنها لكم دي حاولها هتبتدي من يوليو، إذا ارتفعت الأسعار عن أسعار النهاردة المحافظ في محافظته هيكون المسؤول نمرة واحد. أسعار النهاردة يا أولاد في مدينة مايو أي إنسان يتلاعب فيها أقل تلاعب يبعثوه. مبارك الحقيقة ما خرجش عن نفس الكتالوج لما كان فضح الأسرار اللي مع صندوق النقد عشان يبين قد ايه برضه انه حنين على الشعب وانه حريص عليهم وبيرفض شروط صندوق النقد القاسيه. نشوف كده. كان مزرجه معايا زرجانه رهيبه وعاوز يخفض الجنيه 30%، قلت له مش هعملها. عايش الناس ازاي؟ يقول لي لا، اقول له لا، ما انت مسؤول؟ الفرق؟ لا 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 مش هيحصل حاجه. مش هيحصل حاجه؟
راجل عاوز يغرقك باي طريقه عشان يهنوا شغال معاك على طول. خفض 30% معناها ان انا الناس الاسعار تزيد 60-70%، معناها لازم مرتبات الموظفين، معناها يفرض ضرائب، يطبع ورق، تضخم يزيد، تيجي تقول لي تعالى بقى برنامج اصلاح اقتصادي ثاني، مفيش تبجانية تعليم، مفيش جيش، مفيش يهموا الناس الغلابه ولا حاجه. اقول له يا اخي انت ما تهتمش بالناس المحدوده ازاي؟ بس للامانه مبارك كان صريح وعرفك الكواليس. تشتمني بقى، تختلف معايا، انت حر، انت يا عم راكور رايح جاي. على كل حال مش مهم، دي بيعرفك الكواليس عشان كده لما تسمع خبر عن اتفاق جديد مع الصندوق قرب يبقى لازم تحط ايدك على قلبك وايدك التانية على جيبك. ادي الخبر اهو بيقول لك وزير المالية نأمل في التوصل الاتفاق مع صندوق النقد قبل ديسمبر المقبل. طبعا دول وزراء الماليه اللي عدوا على وزير الماليه اللي قعدوا على نفس الكرسي. واقول لك بقى على خبر يا صالح، اللي رسم كل اللوح دي انا عارفه، اللي رسم اللوح دي الفنان مصطفى حسين، كل خدهم شقلطه واحده كده رسم كل وزراء الماليه اللي انت شايفهم وراه. ما علينا، يعني ده رسم مصطفى حسين وده رسم مصطفى حسين وده رسم. دلوقتي بدأت الصورة توضح شوية شوية عن سر الحنية المفاجأة للسيسي، خاصة لما تحط جنبها تمهيد الإعلام لأزمة شديدة الصعوبة جاية وشهور صعبة قالها عمرو أديب امبارح وغناها وراه باقي الكورال. نشوف كده أحمد موسى بيقول إيه بعد عمرو أديب. الفترة القادمة شديدة الصعوبة. شكرا. اللي بعده كلهم. أحمد موسى قال لك ما اكتفاش بكده، إنما قال لك بيرمي لك بقى المصيبة وبعدين ياخدك كده يخدرك. يقول لك السيسي كان شايل على جنب، وحياة ربنا زي بقول لك كده، بص ما تقوع منطق اللي أنا بقوله لك ده. قال لك السيسي كان شايل على جنب 180 مليار جنيه على جنب كده. شوف اقرأ كده موسى، السيسي عاين دي يعني شايل، كان دي جدتي بقى، ده احنا دخلنا في خالتي بقى، كان عاين 180 مليار كده على جنب للظروف الصعبة. ده على أساس إن خزنة مصر دخلت على خزنة بيت السيسي؟ ده على أساس إن مفيش وزارة مالية، مفيش بنك مركزي؟ ده محمد علي ما كانش بيعمل كده. السيسي كان عاين على جنب، عاين ما يتقالش عليها غير عاين، 180 مليار. قال لك دول وقت عوزه، الواد هيخش الجامعه، اعمل له جمعيه، ادخل بقى اجوز البت اشورها. اديه بقى خد الموضوع في حته تانية، رمى نفس المصيبه وقال لك هنعاني، لكن وراح سنن سنانه على قناه مكملين وقال لك المشكله في الاعلام المعادي. بقول لك ايه، ما تيجي تشوف اديه كده. احنا مش في الكوكب لوحدنا، واحنا مش خلقه بالبلدي، يعني احنا مش فوق راسنا ريشه هنعاني زي بقيه الناس، نتحمل شويه، نعمل شويه، ثق في بلدك. ومش بخوفك، ما عنديش حاله ذعر اقتصادي، لكن انا بقول نوبه صحيان نعرف الحقائق. ما تسيبش ودانك لحد، ما تسيبش دماغك لحد، والاعلام المعادي شغلته اكل عيشه انه يسمم لك حياتك. وانت اكل عيشك يا بابا؟ طب احنا اكل عيشنا عرفناه، انت اكل عيشك ايه بقى؟ بتاكل عيشك منين حته؟ يعني القنوات المعاديه هي اللي اخذت القروض بالمليارات ورميتها في الصحراء؟ القنوات المعاديه اللي بترهن البلد حرفيا للديانه وصندوق النقد؟ القنوات المعاديه نشات هي اللي بتشتري طيارات للرئاسه وتبني قصور وابراج؟ يا نشات القنوات المعاديه هي اللي بتطبل ليل نهار للفهامة والبحر العلامة اللي لبس البلد في موجة الغلاء؟ وطلع تقول ايه القنوات المعادية، القنوات يا راجل، القنوات المعارضة يا ديهي هي اللي بتقول لا؟ ولا انت ولا عمرو موسى، قصدي ولا احمد موسى ولا عمرو اديب؟ مستحيل واحد فيكم لو نفضته امه تاني يقدر يقول لسيسي لا. احنا بنقولها، مستحيل حد فيكم يقول الحقيقة اللي الناس عارفاها. احنا كلامنا بالورقة والقلم، خلينا كده نقف
قدام الناس ونوقف على حنية السيسي ونحسب بالمليارات اللي هي المليار جنيه شهريا اللي حضرته طالع يقول لك انا بعمل ب 11 مليار وتسعة. تعال نشوف كده كرم السيسي بجد، نشوف الجراف كده اهو، حنية برغيف السيسي بقى بيقول لك انا هصرف مليار جنيه مساعدات السيسي الاستثنائية شهريا، يعني 9 ملايين أسرة هي اللي هتستفيد، 112 جنيه نصيب الأسرة شهريا، 22.5 نصيب الفرد شهريا، كل المجموع ده يساوي 75 قرش، يعني رغيف السياحي يومي للفرد. ادي الهقصة الليلة اللي طالعين يقول لك السيسي وحنية السيسي. ادي الهيصة كلها، هو قال لك مليار جنيه مساعدات استثنائية للأسر اللي هيستفيد منها 9 أسر. حضرتك بقى لم بقى لم وراء الأرقام، مليار جنيه على 9 مليون أسرة، يعني الأسرة نصيبها في الشهر 112 جنيه، يعني الفرد في الأسرة 22 جنيه وخمسة ساغ، يعني تقسم تطلع القصة كلها 75 قرش اللي هو رغيف سياحي، يعني ده رغيف سياحي، ده رغيف سياحي بجنيه، يعني كل الهيصة دي على إعانة بتساوي رغيف حاف يوميا. وكمان من الصغير ابو 75 جرام، ده ابو 75 جرام الصغير ده مش الكبير اللي بجنيه وربع. طب خليهم رغيفين على راي فاضي مهندس، خليهم رغيفين يا راجل، ايه الكرم ده؟ ايه الكرم اللي موت من الجوع ده؟ السيسي بيشتغل الشعب كله بيرغي، انما يفضل السؤال بقى ايه اللي عاوز السيسي من ورا الرغيف اللي رماه للناس ده كله؟ بيغطي على ايه السيسي بالمنحة السخية دي؟ يا ترى هنلبس في ايه؟ هو ده السؤال. انت فاكر العشرة جنيه بتاعت يوم العيد اللي انا في البرنامج ده قلت لك انتظروا هتلبسوا في الحيط، وقد كان بعد العشرة جنيه الجديدة اللي طلعت الناس تقول لك بتعمل وما عادتش تسوي تعريفة. تعال نشوف بقى يا ترى هنلبس في ايه؟ ايه السر؟ حنية السيسي السر، إفلاس الدولة، قرار جديد جاي بالتعويم، خوف من غضب شعبي، شروط قاسية من صندوق النقد. يا ضحكتك دي الأسباب سعادتك، إنما الحنية اللي برغيف دي ما عادتش فيه. يعني السيسي ماشي على طريق اللي يروح ما يرجعش، زي اللي أدمن المخدرات ومش قادر يبطلها، واللي أدمن المخدرات كل شوية عايز يعني يزود اكتر لان الجرعه ما عادتش تكفي، لا قادر يبطل ولا الجرعه القديمه بتكفيه حتى لو هيبيع اهل بيته. لكن في حالتنا السيسي خلاص ادمن القروض ومش قادر يبطل قروض. ربنا يستر على اهلنا في مصر وما نوصلش المنظر لبنان اللي حته رغيف عيش ممكن حاجه ما تعرفش تاخده. خلينا نشوف الطوابير أمام المخابز في لبنان، وهي لبنان لا قامت فيها ثورة ولا دياوي. لبنان سويسرا الشرق، لبنان اللي هاجر ليها كل الفنانين المصريين، الأستاذ هنري بركات والأستاذة فاتن حمامة والأستاذ محمد خان اشتغل شوية في لبنان، لبنان اللي كانوا بيروحوا الطلبة يدرسوا فيها، لبنان باريس الشرق. وصلت المرحلة دي، وعلى فكرة ما مرتش فيها ثورة ولا أي كلام فاضي، مفيش بقى 25 يناير، مفيش ثورة تونس، مفيش ثورة اليمن، ما دخلتش في حرب. مشهد صادم. نسأل الله لمصر السلامة من المشهد ده، ومالوش حل غير إنه يبعد عنها السيسي، اللي بعد شوية هيخلي عمرو أديب وأحمد موسى يطلعوا يغنوا لك كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. لما كتب عن الفول وقال عن موضوع الفول واللحمة صرح مصدر مسؤول ان الطب تقدم جدا، والدكتور محسن بيقول ان الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرقش فول، حيث الفول المصري عموما يجعل من بني آدم غول، تاكل فخدة في ربع زكيبة والدكتور محسن مسؤول بيقول يديك طاقة وقوة عجيبة تسمن جدا تبقى مهول. ثم أضاف الدكتور محسن
ان اللحمه دي سم اكيد بتزود اوجاع المعده وتعود على طول الايد وتنيم بني ادم وتفرقع منه المواعيد، واللي بياكلوا اللحمه عموما هيخشوا جهنم تأبيد. يا دكتور محسن يا مزقلط يا مصدر يا غير مسؤول، حيث ان انتوا عقول العالم والعالم مش محتاج لعقول، ما راي جنابك وجنابهم في واحد مجنون بيقول احنا سيبونا نموت باللحمه وانتوا تعيشوا وتاكلوا الفول، ما رايك يا كابتن محسن؟ مش بالذمه كلام معقول.